كذلك الشركات الأهلية حتى هي آلية واحدة أخرى وجدناها ونموذج نتاع اقتصاد جديد لفائدة فئات هشة، فئات داخل الريف، استغلال الغابات، استغلال العديد من الثروات الطبيعية اللي هي تنجم تستغلها وتحدث بها الثروة، وكذلك نوجد بها شغل للناس العاطلين عن العمل. مهم ياسر اللي وضعتهم الدولة، راهو كل هذه الآليات هي على ذمة الشباب حتى يكون يبادر. راهو الشباب ينجم يبادر في العديد من